يتحقق له نسبة بدخول أو نفوذ، فكيف تتجدد له بعد خلق العالم؟ يبقى هذا النفي لما نقول يقولون أنه كده أنت رفعت ليه النقيضين أو الضدين، هذا محال. أنت بتقولوا علينا إحنا يعني أحيانا مش بتعقل، مش بنعقل وبنثبت المعادي، كنت بتعملوا زينا لما تقولوا لا داخل ولا خلق، قلتم بما هو محال، ثم تعيبون علينا أننا إيه إذا وقعنا في شيء من مثل ذلك تتهمون. ما أنتم بتعملوا زينا، نقول لا داخل ولا، هذا معناه نفي الايه؟ الضدين. وهذا يكون اي قولك صحيحا اذا كان عما من شأنه ان يتصف بانه داخل ولا خارج، فاذا رفعتهما معا تكون ايه؟ نفيت الضدين. واضح كده؟ او اثبت الايه؟ اذا كان عما من شأنه، هل يمكن ان اقول هذا الرجل ليس بعالم ولا جاهل؟ لا يمكن، لأنه لا بد أن يتصف بأحدهم. إنما الذي ليس من شأنه أن يتصف بالعلم أو الجهل، مثلا أقول هذا الحجر لا عالم ولا جاهل، هذا الحجر رفعت عنه لأنه ليس من شأنه، هذا الإنسان من شأنه أن يكون ذكرا أو أنثى أو حاجة مثلا يسموها الثانية. لكن إذا قلت هذا ليس ذكرا ولا أنثى ولا أنثى، لأنه لا بد من شأنه، تمام؟ سمعنا فهمنا كده؟ هذا الكلام اللي هو لا داخل يقال في حق الأجسام أو في حق، لأن من شأنها أن توصل بالدخول والخروج. أما خالق العالم كيف يكون داخل وكيف يكون خارج؟ مع أنه قبل خلق العالم لم يكن هناك عالم حتى نقول أنه داخل أو خارج. لكذا احنا كلامنا صحيح ولا خطأ؟ صحيح، لأن هذا عما من شأنه. ثم إنه في قضية أخرى لما نخلصها عشان تسأل السؤال مظبوط، جايين نرد عليهم أنهم إذا قالوا هذه العبارة، إذا قلنا أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، إنما هي إيه؟ نفي لوجوده. لأنه لو قلت أن هذا الإنسان لا يوجد داخل الأزهر ولا خارجه، داخل مصر ولا خارجها، معناه مش موجود كده؟ فإذا هم بهذا ماذا فعلوا؟ قاسوا ما يلزم في حق الايه؟ المخلوق، وجعلوه في حق الايه؟ الخالق. هذا هو غلط عملوها. يعني قاسوا المخلوق على المخلوقات، يعني جعلوا ما يلزم في حق المخلوقات يلزم كذلك في حق الايه؟ الخالق. فنقول له ان الاتصال والانفصال من اوصاف الاجسام المتقابله او المتباعده او المتجزئه، فيقال هذا متصل، يعني مثلا ذراعي متصل بجسمي، وهذا مثلا الغطاء منفصل، يعني اذا الشيء اللي يتصل او ينفصل انما هو يتعلق به بالذي يقبل ان يكون متصلا او منفصلا. اما الذي لا يقبل الاتصال او الانفصال فلا يوصف به لا بالاتصال ولا بالانفصال. هذا من خواص الاجسام، الله تعالى ليس كمثله شيء. فان رجعوا وقالوا نحن صحيح ما قلته وصحيح ما ذكرتم، ولكن ماذا نصنع؟ نحن لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه. كذا يقولون إذا مسكونا بذلك ماذا تعيبون عنه؟ صحيح أن العقل لا يقبل هذا، لكن الله تعالى أنزل ووصف به نفسه، فنحن لا بد أن نقول به ونلغي عقولنا. لأن الله تعالى أكبر أو فوق العقل أو أعظم مثلا. فنقول له انتم تقولون نحن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه كده، فاين قال الله تعالى في كتابه او على لسان نبيه انه خارج العالم او داخله؟
إذا كنتم تقفون مع النصوص وتقولون نصف الله بما يصف به نفسه، لا، هذا برهان أين وصف نفسه من داخل العالم أو خارجه. هيقول طب هو أين وصف نفسه بأنه لا داخل ولا خارج؟ هيقول كده هو. ده إذا كان يعني دارس منطق وحفظ، إذا كان غير كده هو ساكت. لما نقول له فين انه داخل وفين انه خارج، اقول لك احنا صحيح ما فيش حاجه تدل على انه نص يعني داخل، ولا في نص يقول خارج، لكن انتم بتقولوا بنفي الاثنين، واين ذلك في كتاب الله؟ يقولوا لا يشترط ان يكون في كتاب الله تعالى بمنطوقه، انما يكون بمفهومه او باستنباطه، ان الكتاب دل على ايه؟ نفي المماثله والمشابهه والاتصال والانفصال من والدخول من لوازمه، فهو منفي باصل الايه؟ النفي لا بتفصيل. فان جاءوا بالنصوص، التي تثبت الفوقيه والمكان والجهه في الظاهر طبعا، او لا هي لا تثبت، وانما توهم. والوهم قلنا ليس في نص وكل نص اوهم، وانما هو في فهمنا للنص. كل نص اوهم، النص لا يوهم بذاته، انما الوهم انما يقع بفهمنا او بافهامنا السقيمه. فان مثلا جاءوا بالنصوص التي تفيد، ما انت مش هينفع معاهم تجيب لهم منطق ولا تجيب لهم ناطقين ولا متقال، لا لا، جاءوا النصوص التي تفيد العلو وتوهم الجهة، فعليك أن تقابلها بالنصوص التي يوهم ظاهرها، يعني قابل الوهم بوهم مثله. يعني أول ما يجولك بالآيات أأمنتم من في السماء، قابلها بقوله وهو معكم أينما كنتم. يعني هات لهم نص مقابل نص، هات لهم وهم مقابل ايه؟ وهم. كذلك اسألهم هذا السؤال، ما الذي أوجب اعتقاد ظاهر تلك النصوص التي توهم أنه في جهة أو في السماء أو في مكان، وعدم اعتقاد النصوص التي توهم أنه في كل مكان؟ ما في كل مكان حتنفي أن يكون في مكان بعينه بخصوصه، فقابل هذا بهذا. فإن كان هذا من عند الله وهذا من عند، فيجب اعتقاد ما يوهمه النصين معا، وهذا يؤدي إلى التناقض والحيرة. كيف أعتقد أنه في السماء وفي نفس الوقت أنه في كل مكان؟ إذا نفيت أنه يكون في السماء فقابلها بالنصوص الأخرى. ولذلك قال ابن حجر في فتح الباري، وهو من أئمة السلف وأهل السنة والجماعة، بيقول كده، هم بيقولوا كيف يعني نفي انكم تنفوا عن الله الدخول والخروج او العلو والسفل في وقت واحد، ده محال مش كده؟ قال لا يلزم من كون، نص كلام ابن حجر، من كون جهتي العلو والسفل محالا على الله الا يوصف بالعلو. يعني هو صحيح العلو بالمعنى المكان والسفل بالمعنى ده محالان، لكن إذا كان هذا محال هل يلزم منه ألا يوصف تعالى بالعلو؟ لا يلزم، لأن وصفه تعالى به ليس من جهة الحس أو المكان، وإنما من جهة المعنى، لأن العلو ممكن يكون علو مكان، يكون علو عظم أو علو قهر أو علو سلطان أو إلى آخره، فلا يلزم من نفي ذلك نفي الآخر. فالذي نثبته غير الذي يثبتونه، لأنهم دائما يتشدقون ويتمسكون ويقولون اثبتوا ما أثبته الله لنفسه، قل نحن والله كذلك نثبت، ولا نزاع بيننا وبينكم في الإثبات، لكن على أي وجه يكون الإثبات؟ أنتم تثبتون على المعنى الحسي الذي يؤدي إلى التبعيض والتجسيم، ونحن نثبت على المعنى الذي يتناسب مع الإيه؟
مع التنزيه ونقول انه من عند الله. سؤال بيقول الشيخ ابو حامد الغزالي في كتاب الاقتصاد والاعتقاد، يقول ايه؟ فان قيل نفي الجهه يؤدي الى المحال، هي معنى المحال يعني اثبات موجود تخلو عنه الجهات الست ويكون لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، ما هو هذا محال، وهذا لا يكون الوصف له الا في حق ما هو معدوم، ولا في جهه من الجهات الست يعني يخلو عنه العالم، ولا هو متصل به ولا منفصل عنه ولا داخله ولا خارجه، هذا محال عقلا. صحيح ما قلتموه انه محال اذا كان الموجود جسما، يعني يستحيل ان يكون الموجود جسما، الاجسام بتتقابل جسم مع جسم اخر، والاجسام تاخذ حيز من الفراغ يعني تاخذ مكان، والمكان يلزم منه الجهه، والجهه تلزم منها المقابله، والمقابله يلزم منها الاتصال والانفصال. فهذا الذي قلتموه صحيح إذا كان الموجود جسما، فهذا كشف لنا عن حقيقة خطيرة أنهم يعتقدون أنه تعالى جسما، وإلا لما قالوا إيه هذا الكلام، ولما قالوا إنه يؤدي إلى المحال يعني بالنسبة لما فهموه وعقلوه واعتقدوه أنه تعالى جسم. يبقى إن قيل نفي الجهة يؤدي إلى ما قلناه، نقول لهم هذا كلامهم صحيح إذا كان الموجود إيه؟ يأخذ حيز من الفراغ، وله حد وله طول وله عرض وله إيه ارتفاع، وإذا كان الشيء قابلا للمتضادين يستحيل خلوه من أحدهما، أما إذا كان ليس قابلا للمتضاد فلا يستحيل خلوه من احدهما، كما مثلنا بالحائط الذي يخلو عن الضدين معا العلم والجهل، فلا يقال انه عالم ولا جهل، اما اذا كان قابلا الشيء قابلا للوصف باحد الضدين فانه يستحيل خلوه من واحد منهما، كالانسان مثلا فيستحيل خلوه عن العلم وعن الجهل، واضح؟ ويستحيل خلوه عن الذكورة والأنوثة، ولكن لا يستحيل خلو الخشب والحجر عن الأنوثة والذكورة، فهمنا؟ الكلام الذي قالوه فيه مغالطة، ومتى يكون صحيحا إذا كان الموجود جسما، واضح؟ وإذا كان قابلا لأحد إيه؟ طيب، وهذا ينطبق يعني ما قالوا على مين؟ على الحادث على المخلوق، ولا ينطبق على مين؟ على الله تعالى. بقي سؤال أخير، هو ليس هناك شيء على الحقيقة يقال له خارج العالم على التحقيق، يعني هذا الذي قالوه إنما هو أيضا من الوهم، لأنهم توهموا انه خارج العالم في اماكن فاضيه كده فضاء خلاء، اطلقوا عليها بوهمهم انها خارج العالم، وهذا بسبب عدم فهمهم ودراستهم للمصطلحات الكلاميه، لاننا عندما عرفنا العالم قلنا انه هو إيه؟ كل ما سوى الله، فلو وجد فراغ او عالم او شيء خارج العالم لكان ايضا داخل في العالم، لأن العالم تعريف كل ما سوى الله، فأي حاجة غير الحق هي العالم، فما فيش حاجة إذا تسمى في الحقيقة إيه؟ خارج العالم، ليه؟ لأن العالم هي معناه، مش معناه مصر وسوريا وباكستان، لا، ده العالم كل ما سوى الله، ليس هناك شيء على التحقيق، قالوا له خارج العالم، بل هذه العوالم كلها فضاء وكواكب وسماوات وأرض وعرش وزمان ومكان مخلوقة لله، فقولهم يعني هذا القول اللي هو إيه؟ ها؟ فقولهم خارج العالم هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، لأنه لم يسبقهم
إليها أحد، مفيش حاجة. لم يرد هذا اللفظ لا في كتاب ولا سنة ولا في عقل، في حاجة اسمها خارج إيه؟ فما افترضوه إيه؟ باطل، وليس هناك حاجة اسمها خارج العالم، لأن العالم تعريف للحكم. الحمد لله رب العالمين، العالم أو العوالم ده من الإيه؟ جمع العالم ده مش من جمع المذكر، ده من الملحقات. أهلونا، أسنونا، عشرونا، عليون، قلوا، عالمونا، هذا من الملحق، يعني يعرف إعراب جمع ليه؟ ليس هو جمع، لأنه هو كلمة عالم جمع، كلمة عالم واحدة جمع. فالعالم هنا لها في القرآن إطلاقات، يعني مثلا أتأتون الذكران من العالمين، أو إن الله اصطفاك وطهرك، اصطفاك على لسان، ليس معناها كمعنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو كما نقول في الفاتحة الحمد لله. فالعالمين هنا معناها البشر، أتأتون الذكران من العالمين، لأنهم لم يكونوا يرتكبوا هذه الفاحشة مع الذكران من الجن أو حتى من طائفة العالمين من البشر. الذكور من البشر، والعالمين في قوله إن الله اصطفاك عالم زماني، والعالمين في الفاتحة رب العالمين كل ما سوى، أما رب الجن والإنس والعرش وهو رب العرش العظيم، ورب كل ما في الوجود، ورب كل مربوب، ورب كل مخلوق، الله خالق كل شيء. كما قالوا إنه في حاجة اسمها خارج العالم ده بدعة وضلال، ولا مستند لها من عقل ولا كتاب ولا سنة، عشان يجوا يلزمونا بها لما تقولوا احنا هم يقولون في قوله تعالى في الرد وفي الحقيقه بالتعقيب. هم يقولون في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم، هذه معيه علميه كما يقال. هنا لما نجي وهو معكم اينما كنتم وامنتم من في السماء، حين حيحصل تعارض فلا بد من رد محكم النصين المتشابه من النصين الى المحكم. فالرد معناه ايه؟ تاويل هذا بما يتفق مع هذا. تقول لا مش متشابه. يرد المحكم ثاني. يرد المحكم ثاني وليس مثل شيء. الرد هذا حتى ايه؟ يعني ان كان احدهما رد، ان كان الاثنين متشابهين ايه؟ الى الثالث اللي هو القطعي. وهم يمثلون ذلك ويقولون كما تقول النصير والقمر معنا، القمر تصير دائما معنا وليس القمر محدود ومخلوق، وله بدايه وله نهايه، ولا يسير القمر معهم انما يسير مع الجميع، يسير معهم كل من يسير يسير معهم، ده مجاز. القمر لا يسير، ده الواو المعيده يسموها دي مفعول معهم. لما نقول انا سرت والجبل، جبل مسافه، فانت كل ما سير جبل مش منتهي، فانت تظن انه يسير، كل ما سير جامعك او الشمس، وهذا هو الذي لا يقع فيه الاشتراك، فيسمونه المفعول معه، ولذلك يجب النصر. يقول ما في حديث النبي الشريف بعثت انا والساعه، ولم يقل والساعه، لانه الساعه لم تبعث. إذا كان المعروف مشترك مع المعروف عليه في الحكم يبقى يجب الرفع، إذا كان لا يجب الاشتراك يجب النص. سمى هنا المفعول معه، يبقى ده من ضمن المنصوبات ولا من باب المرفوعات؟ بعثت أنا والساعة كده، سرت والجبل، استيقظت والفجر يؤذن، هو يقول الفجر الفجر لم يستيقظ معك أنت الاستيقظ. لماذا لا نقول ان الله خارج العالم حيث لا مكان، لا مكان خارج العالم؟ مش حاجه اسمه خارج العالم، خارج العالم الله. لو جعلنا خارج العالم ده مكان فالله في المكان هو اسمه خارج العالم. الاماكن كلها جوا العالم. لانه انت مثلا ما عجبكش العالم اطلع للاماكن اللي بره العالم، فين الله؟ فيش اسمه عالم برضه. لو فيه على التحقيق لو افترضنا وجوده حيبقى من دون، لان العالم كل ما سوى الله.
لما طلعت الى العالم مش هتطلع من العالم، انت فيه، منها خلقناك وفيه وفيها ومنها، مش هتطلع منه لا في الدنيا ولا في اخر العالم، قاعد لانك محكوم بانك من جمله العالم، انك خروجك عن العالم يعني معناها انت اله. انك انت لو خرجت عن العالم يعني معناها حتخرج عن الزمان وعن المكان عن الارض وعن الجسم وعن مقتضى الحلم معناها اله. هذا لا يمكن. كل تحول ممكن واجبا. يبقى نقول الله هو الذي خارج المكان حيث لا زمان وحيث لا زمان ولا مكان. مش خارج المكان يعني الله تعالى لا يتقيد بزمان ولا مكان. الان فهمنا ويستحيل حدود الصفات في حقيقه الكون في الجهاد. كمل عشان نخلص. قوله كالكون في الجهاد هذا من امثله المماثله، اي فيقاس عليه باقي أمثلة المستحيل، والمعنى أنه يستحيل على الله تعالى. يعني عاوز ده مثال وقيس كل ما هو كالكون، كافينا ليه للتشبيه. يعني كل ما هو مستحيل أيضا ده. والمعنى أنه يستحيل على الله تعالى وصفه بإحدى الجهات الست، وهي الفوق والتحت والأمام والخلف واليمين والشمال. ده صحيح يستحيل وصفه ليه؟ لأن الجهات الست لا يتقيد بها إلا الأجسام، يعني ما من شأنه أن يكون مقيدا بها. فمما يجب تأويله لإهام الجهة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. يعني هذا يجعلنا نرجع إلى ما قاله أولا وكل نص، يعني هذا من النصوص التي توهم الجهة أو المكان. إثبات الجهة يعني معناه إثبات أحدهما، إثبات على القول بأن الجهة غير المكان، وأما على القول بأنهما واحد خلاص. قالوا التأويل خير من التشبيه.
وقالوا كده التشبيه ده أو التجسيم ده مرض والتأويل دواء، ولكن ليس من الحكمة أن نستعمل الدواء مع عدم وجود المرض. إذا كان ما عندك مرض يعني صافي نفسيتك وأنت آمنت بها على ما عندك مش مريض أنت سليم، فما تأخذش الجرعة سليم. فنحتاج إلى إيه؟ إلى التأويل عند وجود الداء. الداء اللي هو إيه؟ التشبيه اللي هو الداء اللي هو إنفلونزا. التشبيه هو التجسيم انتشر في العالم ومع ذلك ليست مرتبطة بخنازير ولا هي مرتبطة بإيه؟ يبقى كده خذ القاعدة، التأويل خير من التشبيه. زي ما قلنا فاكرين لما قلنا لكم ايه؟ في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ليس أمام السلفية المعاصرين إلا أحد أمرين، إما أن يقولوا بالتأويل وإما أن يقولوا بالإيه؟ بالكفر. كيف يعني؟ ما فيش حاجة يعني مثلا لو قالوا كل شيء هالك، إيه معنى هالك؟ يعني يهلك يفنى. فلو أخذوا الأمر على ظاهره لقالوا بأن الفناء أو الهلاك يلحق الذات إلا هي ما عدا الوجه. كل شيء هالك يعني معناها ما أثبته الله تعالى من يديه هالك، وعندهم يدين معناها الجسم تجسيم، وكذلك الساقين وكل حاجة ثبتت له مثلا من أجزاء أو أوصاف كما يقولون أو أبعاد هتفنى ما عدا الإيه؟ الوجه. هذا معناه معناه إيه؟ الحق الهلاك او الفناء الحق المرأة، وهذا تحيله العقول وتحيله الشرائع. واما ان يقولوا يؤول ان المراد بالوجه اي الذات، هذا تاويل. واللي قالوه في الاول على فرض انهم قالوا هذا ايه؟ كفر وخروج. فالسلفيه ليس امامهم في هذه الايه بالذات الا احد امرين، اما يخرجوا من مذهبهم اما يخرجوا من المله. فيختاروا الخروج من المذهب أهون. قالوا بالهلاك والفناء معناها خرج من الدين. طيب ولو قالوا بالتأويل يبقى خروج من ايه؟ وهذا ما فعله ابن كثير في التفسير ما استطاع هنا بالذات. عند الآية دي قال لك والمراد بالأول، مع انه في آية ثانية سورة الأنعام قال وهو الله في السماوات، قال لك ده وقف لازم، وقف لا مين. ما فيش ولا مصحف ولا حتى مصاحف اليهود فيها ايه؟ فيها وقف لازم. يعتقد هنا عشان يثبت وهذا هو ايه؟ وفي الارض ده كلام جديد يعلم سركم وممكن في سوره الانعام. اذا ما استطاع في الايه انما نطعمكم بوجه الله اول فيها. انما هنا كل شيء هالك يعني معناها حيهلك الحق سبحانه الا كذا، يبقى كذا ده كفر عظيم، كفر عظيم. لو قال هذا كفر مهما كان. فرحوا أول يبقى إيه؟ في بعض الأشياء لا بد من التأويل. ها؟ هو لا بالذات أوله يعني ذات. بعدين ابن دقيق العز ذكر قال أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله. قال سبحان الله السلف زي الخلف يعني، قال ما حد قال لا من السلف ولا من الخلف ولا حتى ابن مش عارف مين أن لله جنبا يليق به الجلال. حتى رغم أثبت الملل ما أثبتوش الجنب مش عارف دي إيه حاجة غريبة. وإنه لو أثبتوا الجنب على قد إنه في جنب يمين وفي جنب شمال هتبقى مشكلة. طب أنت فرطت في أي جنب فيهم؟ الجنب اليمين ولا هتبقى مشكلة. فراح قال لك يا جنب الله يعني في حق الله أو في طاعة الله. أولت وأول الحديث اللي في البخاري اللي هو كنت سمعه وقل لأنه حيلزم لو قالوا بظاهره الحلول والاتحاد أعظم. فهنا أول يعني الجماعة دول في حاجات كثيرة ليسوا إيه سلفية تناقض يعني تركوا غير ما فيش سلف عندهم أظن ما احنا ماشيين. وكل نص أوهم التشبيه أوله مظهور كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم. بعض الناس لا يقبلون، بعض الناس الان لا يقبلون استولى يعني هو حد كانوا نازعوا في الملك ومستولى عليه يعني معناه كانوا في منازع وكانوا في اله ثاني يقولوا كده. لا
لا يا أخي، ليس هذا هو المعنى. العرش ذا أعظم المخلوقات، وكون الله تعالى مستوليا وقاهرا له فما دونه من باب، هذا هو المعنى. وليس معنى هذا أن غيره كان يغالبه عليه. دي هم يجيبوا كده أسوأ الاحتمالات ويحطون فيها، وفي الحقيقة لا يضعون فيها إلا أنفسهم. مين يعني إحنا؟ هل قلنا إنه استولى يعني معناها كان في واحد بينادر هو استولى؟ هل أحد قال هذا؟ إحنا قلنا هذا جبنا كلام من اللغة، تمام، يساعد على هذا الفهم. وما قلنا بأن هذا هو المقطوع به، يعني الذين قالوا بالتأويل ما قالوا به على جهة القطع، بل هو أحد الاحتمالات التي تتفق مع التنزيه، والله أعلم. يعني لا نقول به بأن استوى بمعنى استولى على أن هذا هو الذي أراده، هو المعنى الذي أراده الله. إنما نقول السلفية بيقولوا برضه، إنما نقول استوى على استوى على عرش، لا ده ارتفع تتأويل. هم بيقولوا كده، هم مقتنعين بالتأويل ده ومش عاجبهم التأويل. يعني معناها يعني عظيم تأويل على مزاج. ايوه عبد الرزاق عفيفي في الشرح في البخاري كده استوى ارتفع او على، في البخاري في شرح الحديث. يعني معنى هذا ان هذا الكلام له التأويل لا يقال على جهة القطع، ولكنه معنى من معاني التنزيه، والله اعلم. ونقول كده نحن استوى كما قاله على كما قال على المعنى الذي أراده من غير كيف، من غير معنى يؤدي إلى التجسيم. صحيح ولا الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، دي مش هو يجب عليهم تأويلها وإلا كل أعمى فيهم فهو أعمى في الآخرة؟ نتكلم في صفات الإله إنها لا تعمل أبصار ولكن وبعدين حتى كمان في رأيك مش في أعمى في الدنيا، في كمان في الدنيا بصير مش من كان في هذه أعمى، من كان في هذه بصيرا يوم القيامة يحشر أعمى، قال ربي لما حشر وقد كنت بصير، أو ده ما كانش أعمى كان بصير. قال إيه؟ كذلك أتتك ما الآية الأخرى بين توضح فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. ربنا بيتكلم عن الأعمى يقصد إيه؟ عمل بصيرة وليس عمل إيه؟ لا هم ما قالوا قد استوى بشر على العرش، قالوا على العراق. بعض البشر قال له عرش، الكلام ده لو قلنا قد استوى بشر على العرش على العراق، العراق كله عرش. عملت زي رجل بعث لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول له عاوز ايه 12 من جذوع النخل، 12,000 من جذوع النخل. قال الإمام 12,000 من جذوع النخل. قال لي لأسقف بها بيتي في البصرة، لا سقف لي أسقف بها 12,000. قال له أين تسكن؟ قال في البصرة. قال له لا، ليست دارك في البصرة وإنما البصرة في ذلك. في آخر الحديث من سيد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته. هي هؤلاء شو الحكمة دي؟ طبعا هم مش مؤمنين لا بابن عطاء الله ولا بحكمة. يقول يا من استوى، يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في عرشه. شوف بقول يا من استوى برحمانيته، وانت في ملحظ عجيب تجد في القرآن اذا ذكر الاستواء قرن بصفة الرحمة، الرحمن واستوى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش الرحمن على
يعني لم يذكر الاستواء في لفظ الذات، وفق الله يعني الاستواء كان مطلوب بوصف الرحمة. وتجد الرحمة هنا الرحمانية كمان اللي هي أعم وأشمل، وفي فرق بين الرحمن، في فرق بين الايه؟ أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالاستواء كان بالرحمانية مش بالرحيمية. ليه؟ لأنه في كتاب بصائر، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز التعميد ده يقول يعني سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يذكر أنه تعالى لم يقل في كتابه وكان بالمؤمنين رحمانا رحيما كده، ولم يقل إنه بهم رؤوف رحمن رؤوف رحيم، ودائما يقول إيه؟ الرحيم، لأن الرحمانية لا تخص المؤمن بل تعم الخلق أجمعين. وصيغة رحمن دي غير صيغة رحيم، دي فعيل والتاني فعلان، لا تستعمل في اللغة إلا للابتلاء كده. الرحمن إيه؟ زي ما يقولوا سكران سفعلان، زي غضبان جوعان ملآن، صيغة تدل على إيه؟ على الامتلاء. فكأن الله تعالى أشار لنا مستوى على العرش بصفته الرحمن. ليه؟ لأنها أعظم وأبلغ وأشمل من إيه؟ من صفة الرحيم. الرحيم قلنا احنا الرحيم ده مقيد بمين؟ بالمؤمنين، كان بالمؤمنين ايه؟ رحيما. وقرنوا بالاستواء على العرش الرحمن مش الرحيم، يقول الرحيم قال الرحمن، قال في هنا كلام بتاع فيروز الابادي، في هنا ملحظ عجيب، وهو ربط هذا الرجل يعني سمى الكتاب بصائر، يعني من مما يفتح بها على الانسان اذا كان عنده بصيره، بصائر ذوي التمييز، لانه يعني يدرك ويميز ويعلم ان من هو منزه عن الجسمانيه والتجسيم غير ما هو ليس منزه. فقال انه الحديث اللي هو يخبر ان الله تعالى في البخاري برضه لما قضى الله الخلق كتب في كتاب ايه؟ إن رحمتي تغلب، أو سير روايات سبق القضية، فهو عنده اللي هو الكتاب ده فوق العرش، الكتاب ده اللي كتب فيه إن رحمتي سبق الغضب. بل لو أنك جئت بهذا الحديث ووضعته مع الآية لفهمت معنى الاستواء. كتب في كتاب عنده، مع إنه العرش ده، العرش تاخد بالك نهاية المخلوقات، نهاية المخلوقات، ولا توجد مخلوقات فوق العرش خلاص. فإذا جعلوا هم العرش مكان الله وهو والله تعالى فوق بمعنى المكان، حب له المشارك اللي هو الكتاب ده، الكتاب بالنص فوق العرش، فهو عنده فوق ليه العرش، يبقى الذي شمل وأحاط بالعرش مش الذات بالرحمانية، فكأنه رحمانيته تعالى وسعت كل شيء بما فيه العرش، هو أعظم وهو محيط بالكائنات. فلم تقرأ هات الآية مع الحديث يزول عنك مرض أو شبه اللي هي التجسيم، وقال لك الرحمن الاستواء كان بصفته الرحمة، فهو يشير اقرأ فهو يشير إلى أن معنى الآية أن العرش وإن كان أكبر المخلوقات كلها مغيبة فيه، هو صادق. وإن كان أكبر المخلوقات كلها، يعني أكبر المخلوقات مغيب في العرش، هو صغير بالنسبة إلى رحمة الله ومغيب فيها، يعني جميع المخلوقات تعتبر مغيبة كأنها حلقة أو شيء غائب في إيه؟ في عظمة العرش، والعرش بعظمته مغيب في رحمة الله تعالى. كما غيبت العوالم فيه، ويؤيده قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء.
ورحمتي. حتى سهل بن عبد الله استثنى لذلك ابليس افادني حاجه في الايه يعني حتى ابليس احيانا بيبقى استاذيه كده او توجيه من غير ما اقصد. فلما ذكروا له الايه دي قال يعني الست انا بشيء لانت تخرجني من هذه الدائره. الله تعالى يقول رحمتي قال فتمهلت قليلا وتفكرت وسعت كل شيء. اذا كانت غطت العرش والعرش اصبح مغيبا فيها فكيف ما يدخلش فيها ابليس؟ وهو يعني ده حاجه اعتذر حاجه لا تذكر. لكني تذكرت قول الله تعالى فساكتبها في قيد الذين تقولون. فعلمت انها يعني تحدث خرج منها ابليس بهذا ليه؟ فساكتبها للايه؟ للذين يتقون. فقلت له يا ملعون ان الله تعالى قيدها بقول ايه؟ فساكتبها. وقال له يا سهل التقييد صفتك لا صفته. قال فايه فاسكت. القيد ده يعني معناها القيد لا يحكمه. هو يقيد يطلق انت اللي تقيد مش هو يعني معناها هذا الذي قاله الله تعالى لا يقيده ولكن هذا من باب ايه؟ ما وعد تعالى به وتفضل انها تكون لمن الذين يتقون ويقول. وليس معنى هذا انه حجر على الله انه معناها ما يرحمش يطلق هو اللي يقيد هو اللي ايه؟ اللي يطلق. وسأل الإمام الزمخشري الإمام أبا حامد الغزالي رضي الله عنهما عن هذه الآية فأجابه بقوله إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية. يعني واحد بيسأل كيف الرحمن على العرش استوى كيف استوى فراح رد عليه فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بأين أو كيف؟ يعني إذا استحال بالنسبة لك وأنت مخلوق أن تعرف نفسك بكيف أو بأين؟ يعني إن قيل لك نفسك مخلوقا أين هي؟ هل تستطيع تحديد مكان لها؟ لا. هل تستطيع أن تحديد مكان العقل؟ لا. هناك أشياء في نفسك وهي مخلوقة ومحدودة مع ذلك لا تستطيع تقييدها بكيف فهذا من باب أولى أن تنفي ذلك عن مين؟ عن خالقك سبحانه وتعالى. وهو مقدس عن الأين والكيف. ثم جعل يقول كل من يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول. خلينا القصيدة دي نبدأ بها المرة الجاية عشان إيه؟ وصلى الله عليه وسلم. صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. شارك الأرض ومغاربها راية هذا الدين يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا
شرها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. وانجرنا من فتن الدنيا وعذاب الاخره. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا. واجعله الوارث منا ومن في ثأرنا ممن ظلمنا. وانصرنا على من عادانا. وصلى الله وسلم على سيدنا.